السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنطمئن للإعلان على اليوتيوب وفيسبوك وتويتر. أستاذ مسعود السعيد وصل يا جماعة حالا دلوقتي الحمد لله. شكرا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ. طبعا المواصلات أنا عارف هي اللي مأخرة سيادتك. شكرا. الأستاذ جمال السيد، وهنتكلم مجموعة النهاردة في برنامج ديرين اليوم مع الأستاذ جمال الراوي والأستاذ مسعود السعيد والشهير مسعود أبو عبده. بس كل الأفلام ديت يا جماعة عايزين، أو كل البرامج ديت عايزين نبدأ الأول إن شاء الله يا حضراتكم نبدأ إن شاء الله نبدأها بالقرآن الكريم عشان الله تعالي ربنا يكرمنا. موقع رياض القرآن يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هاني الدراز بالعربي. ايوه عربي طبعا. معكم هاني الدراز بالعربي حضراتكم. استاذ جمال السيد هيكلمنا لانه كان غايب بقاله 6 شهور. الحمد لله على السلامه يا استاذ جمال، وتفضل حضرتك اتكلم على البرنامج بتاع ديرين اليوم حضرتك. بتاع ديرين اليوم حضرتك. خش يا استاذ جمال. اتفضل يا باشا. قلنا احنا كلام عشنا الدنيا دي من الدرجة اربعة كويسة درجة كويسة من رحلاتنا فسحنا، ويعني جمهورية مصر بياخدها على بعض 14 جنيه. يعني
هم عادين في الحمد جدا ما بيستغلوش. أنا الجديد أنا أسبوح من الجديد وده البرنامج إن شاء الله من المعيد ونزوح من الأيام الجميلة جدا. حلو حضرتك الكلبوش اللي انت لابسه ده يا استاذ جمال، ده حضرتك صناعه مصريه ولا صناعه صينيه حضرتك؟ مصريه حضرتك؟ لا 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 انت كده تعني حضرتك، لا هي صناعه مصريه حضرتك، لا اكذب علينا يا استاذ جمال وقول لنا دي صناعه مصريه حضرتك. شوف مصر جمال اكتب اكتب يا استاذ كده تاخد بارز يا بليه. طب يا استاذ بس هو ده ابو عبده معاك هيكلم كلمه بس بس حضرتك هتبقى في بعض الفاصل الخاصين ان شاء الله. ماشي شكرا شكرا. وقلت انا في يوم اسلام وقلت انا في يوم اسلام وقضي من الهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا حضرتك في برنامج كلام كتير مع الأستاذة سودة أبو عبده، بس قبل ما نبدأ تنقل الإعلان حضرتك اللي عايز ينزل إعلانات عندنا إحنا بنرحب بإعلانات هتبقى مباشرة وواضحة على فيسبوك وتويتر وجوجل، يعني إن شاء الله كل العالم بفضل الله يشوفها. مش في مصر بس او الوطن العربي، لا العالم كله يشوف اعلاناتكم وعندنا على قناتنا في العالم. ما تنسوش برضه تزوروا موقعنا على جوجل هاند درايف العربي تويتر فيسبوك يوتيوب. معاكم الاستاذ مسعود. وقعدنا مع الاستاذ مسعود ابو عبد، اتفضل يا استاذ مسعود. شكرا يا استاذ هاني. شكرا ليك يا استاذ هاني وشكرا استاذ جمال. استاذ جمال الراوي حضرتك قدموا استاذ هاني بعد اذنك. استاذ جمال منور معانا. شكرا يا نور. شكرا للساده المشاهدين ونشكر مواقعنا مواقع السوشيال ميديا كلها يعني اللي متابعينا واللي لسه ما يعرفوش طبعا عن القناه. بشكركم شكرا جزيلا. كويس كده يا استاذ هاني انت كنت باين مصور باين قديم فوتوغراف. هنتكلم معاكم يا جماعه طبعا هنناقش زي ما قال استاذ جمال. طبعا احنا لو خدنا حلقات وحلقات طبعا عديدة طبعا نادي القش ده يا جماعة من الصناعة يعني الجميلة والممتعة واللي هتفيد طبعا المجتمع المصري وهتفيد الوطن العربي أجمع. ونداء للشعب السوري ربنا يا رب يمين عليه ويبقى صاحب قرار صاحب إرادة الشعب عامة يعني ويوحد لهم صف هم طبعا وكل الوطن العربي اجمع يعني. شكرا يا استاذ مسعود. شكرا يا استاذ مسعود. وهنرجع فاصل مع الاستاذ جمال الراوي تاني بس بعد فاصل قصير. وابكم معنا حضرتك.